بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة الأعزاء في حديث خاص مع السيد زكريا الأنصاري، ذلك الرجل الذي اهتم بالتراث فاعتبر بحق هو رائدا لذلك. تطرقنا إلى مسألة ترشيح الأستاذ عبد المعز شاكر كشيخ القراء، شيخا للقراء. فأنا أقول وقد قلت ما سأقوله قبل سنين وليس الآن، أن هذا الرجل متمكن من القراءة، متمكن أمكن، هذا التعبير تلقى في مادة النحو والبلاغة، متمكن أمكن، يعني توب، وصل إلى القمة أنه نقول عليه متمكن أمكن. فالأستاذ عبد المعز هو رجل متمكن أمكن ولا يزاحمه أحد، وإن زاحمه إحنا موجودين قراء صحيح، لكن هذا الرجل تفرد بالموقف وهو على حق، فهو جيد في القراءة، جيد ما يمتلكه من نبرة لطيفة شجية، وما يمتلكه من طبقات جوابية، جواب يعني، وما يمتلكه من قرار بلا نشاز، وما يمتلكه من معرفة بالمقامات الانتقالات. إذا نحن ماذا نريد من القارئ؟ أن يسيطر على هذه الأمور. الأستاذ عبد المعز شاكر رجل متمكن، وأنا يسرني أن أرشحه كشيخ للقراء.